مستمرين معاكم مشاهدينا بفقرات ليالي الكويت مثل ما وعدناكم. معنا طبعا الدكتورة معصومة المبارك أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت. مساك الله بالخير ونورتينا في ليالي الكويت. مساكم الله بالخير جميعا. سعيدة جدا أن أكون في هذا البرنامج. يا هلا. يعني سعداء جدا بوجودك معنا، وتو كنا قاعدين نشوف السي في مع المشاهدين ونقول يا ربي يعني ما شاء الله عليك. ما شاء الله. أول أستاذة في قسم العلوم السياسية بجامعة الكويت، أول وزيرة، ومن أوائل السيدات اللي دخلوا مجلس الأمة كعضو باختيار الجمهور. والله يزيدك إن شاء الله، الله من هالأعلى دوم. الحمد لله، الحمد لله، يعني توفيق من رب العالمين. ويعني أكو أشياء بجهدي، وأكو أشياء الحمد لله تمت باختيار من بيده الأمر. يعني القيادة الكويتية لما تختار إنسان فهذا طبعا تشريف، ويعني مكانة وإقرار أيضا، وإقرار أيضا بحسن الاختيار جاء عن طريق الشعب الكويتي باختيار لله. وهذه يعني هاي أشياء الحمد لله، يعني الله وفق سواء على مستوى الاختيار القيادة الكويتية أو على مستوى الاختيار الشعبي أو على مستوى الاجتهاد والتعب والحصول على الشهادة. دكتور احنا يمكن ما قطع كلامك قبل نبلش، هو سالفنا عن وياك تو عن موضوع ان لما كنت تدرسين الطلبه يقولون عنك شديده، هاي المعلومه صحيحه ولا لا؟ هي مو شديده يعني بمعنى اني قاسيه، لكن شديده بالحق يعني ولمصلحه الطالب. يعني اكو بعض طلبه يبون يعني الانسان متسيب عشان هم يصيروا متسيبين اكثر، يبون عدم التزام وعدم انضباط، وبالتالي تصير الامور ثالثه. صح. فانا في هذه الامور اذا تبي تسميني سميني شديده ملتزمه. بعض الطلبه طبعا، وشفت الحين بعض الطلبه اللي كانوا عندي ما شاء الله، لما الحين يقول لا خوفونا منش، لكن اخذنا درجه زينه لان صح. انتبه واشتغل زين وبالتالي وصل. فعليه الشدة مطلوبة، سواء مطلوبة عندك في البيت في داخل الأسرة، مطلوبة أن يكون التزام في أماكن العمل. شوف اليوم عندنا يعني التسيب في أماكن العمل شيء مو طبيعي. صح. تروحين أي مول من المولات في فترة الضحى اللي يفترض فيها أنها فترة عمل، وتشوفين يعني مجموعة من الشباب وشابات الكويت قاعدين في الكافي شوب و ويتمشون. يمكن طلبة دكتور عندهم بريك أو لا كبار على طلبة أي بريك. صل على النبي، أي بريك يطقون المشوار لمول يشربون قهوة ويرجعون. لا هي يعني هذا الروح، روح التسيب تحتاج لها انضباط، وهذا أمر طبعا نحتاج أن احنا نلتفت له. صح. نحتاج أن يكون هناك نوع من إذا بتسميه التشدد في احترام مراكز العمل واحترام ساعات العمل، لأن في النهاية يعني ساعات العمل إذا بتضيع منها بين عرضي ومرضي واستئذان وما أعرف إيش، شو يبقى؟ ما بقى شيء، ماكو عمل، ماكو بالضبط. فبالتالي ندعو الجميع وندعو القياديين اللي فوقهم بأن يكون هناك انضباط. والله يا دكتورة يعني قبل القياديين وقبل وجود البصمة، إذا الشيء ما كان نابع من قلبه حب، ويعني إحنا الحين نعيش أيام جميلة، احتفالات وطنية والكل يتغنى بحب للكويت، فيعني أعتقد هذه من أقل الأمور اللي نوري فيها وطنيتنا ومحبتنا لبلدنا، أن الواحد يعني يلتزم دوامه وفعلا يؤدي اللي عليه. كلام سليم، لأن هناك صار في يعني فارق أو اختلاف بين مفهوم أحب الشيء، أحب البلد، أحب الوطن، أني أكتفي بأني فقط أني أقول أحب، أو أحط مسجلة وتردد لي الكلمات الوطنية، أو ألبس لي باجة أو وبالتالي هذا خلاص يعطيني صق غفران بأن أنا وطنية أحب وأحب البلد. الوطن لا. الوطني أنك تلتزم، انك تقوم بعملك، تحترم الاخرين، هاي بلا شك. صح. بلا شك. اليوم يعني انت تشوف درجه الاحترام وشوف بالشارع، يعني ابسط شيء بالشارع لما تمشين بالشارع العالم كانها يعني في حاله هواش، في حاله سباق، في حاله عدم صبر. وللضحايا للاسف كلهم يعني عيالنا وبناتنا وحبايبنا يروحون نتيجه لهذا حرب الشوارع. يمكن هذا دكتورة الموضوع لما تكلمت عن موضوع مجمعات، أنا موجود عندي هذا السؤال، أبي ليش صار عندنا عنف
خلال يمكن الفترات الأخيرة قاعد نشوفها بشكل واضح في المجمعات، مشاكل شباب، هواش الشباب، استخدام آلات حادة، ظاهرة طلعت لنا مرة واحدة أمانة فيها استنكار كبير. فأنا بنعرف شنو يعني أسباب أرواح هذا العنف؟ راحت أرواح إيه؟ راحت وسب هذا الـ يعني الهيجان الداخلي. اليوم صارت حتى النظرة الواحد ما يتحملها، يخاف خزني. يعني الإنسان يطالع يعني حتى لو خزك خزة أو قول له السلام عليكم، يعني قابلة بشيء من اللطف، مو تقابلة بعنف أو تقابلة بسكين أو تقابلة ببوكس أو شيء من هذا القبيل. لأن في النهاية يعني الحياة قصيرة، إذا خذناها بهذا التوتر اللي الشباب يعيشون فيه أكثر من الكبار، فبالتالي يعني وين راح يروح المجتمع؟ وين راح الصبر عندنا؟ لوين راح يعني يتلاشى من حياتنا اليومية؟ فبالتالي نعم، العنف اللي انتشر سواء في المجمعات أو في الشارع أو في أي مكان، في يعني حتى بالجامعة، حتى داخل حتى الحرم الجامعي، يعني وقت الانتخابات صراحة الواحد يخاف منهم، يعني على طول يصير طق وقت الانتخابات، اللي الدم يسيح والكراسي تتكسر والشباب ليش؟ يعني تتحول الانتخابات بالضبط، الانتخابات تتحول من ظاهرة سلوكية إيجابية إلى يعني حالة سلبية، توتر وهواش، ويعني شيء ما هو طبيعي. إذن لابد ان احنا نلتفت لهذه القضايا، وهذا طبعا لابد وان علماء النفس والمختصين في علم النفس الاجتماعي انهم يدرسونها. حالة الاحتقان اللي يعاني منها جيل الشباب، حالة احتقان يفضونها في هذه الأمور. من أي فئة عمرية تتوقعين دكتورة اللي أكثر شيء تحسين في مشاحنات، أكثر شيء تهاوشان، من أي فئة عمرية؟ يعني أخذها يعني من مرحلة حتى المتوسطة. في المرحلة المتوسطة المدرسين والنظار يشكون من الهوشات اللي تتم سواء بنين أو بنات، من حالة العنف اللي داخل المدرسة. المرحلة الثانوية أكبر، مرحلة بالجامعة يعني يفترض إحنا الحمد لله بالجامعة قول نشوف هذا الظاهرة السيئة فقط في وقت الامتحان، وقت الانتخابات، يعني كأنما أن وقت الانتخابات مبرر بأني أنا أنشحن وأتعصب لفريقي، وهذه النقطة اللي ما المفروض. لأنك في النهاية من يحصل على أعلى الأصوات سوف يصل إلى هذا المقعد، المقعد اللي هو في اتحاد الطلبة أو في الجمعيات العلمية. فبالتالي يعني مفهوم التعامل مع الآخر ما عادت فيها البساطة والتسامح اللي كان سائد بالأول. صح. اليوم الكل يطلع من بيته مشحون، يركب السيارة على ما يبي يلحق على الإشارة، إذا صارت الإشارة حمراء تشوفه يعصب ويطق على السكان وينفخ ويطالع يمين يسار يمسك تليفونه اللي قدامه لو وقف. فبالتالي يعني صار الشارع مخيف، الأماكن المجمعات صارت كذلك، الواحد يعمل ألف حساب لما يروح لأنك ما تدري ايش مقدم عليه. فبالتالي نقول لشبابنا بالأخص شوي شوي، أنتوا ثروة الوطن، أنتوا المستقبل، فإذا هذا المستقبل من الحين متوتر لما يمسك المسؤولية الحقيقية إيش راح يسوي؟ فبالتالي وشبابها ثروتها هو يمكن السلوغن اللي احنا قاعدين نتكلم عنه طوال فترة احتفالاتنا الوطنية من خلال وزارة الإعلام. دكتورة حضرتك يعني أيضا تعتبرين مربية أجيال، يعني وجودك بالجامعة هو هناك يعني جزء منه تربوي وجزء منه طبعا العلمي اللي هو تخصصك في العلوم السياسية. يعني أنت جامعة شغلتين وايد مهمين، لأن إذا كانت الظواهر السلبية تبدي من انتخابات الجامعة، يعني هذا الجيل اللي قاعد يطلع مو قاعد يطلع بطريقة صحيحة، مو قاعد يتعلم ممارسة الديمقراطية. صح. بطريقة يعني نقول عنها سليمة 100%. بالنهاية لما تصير الانتخابات الكبيرة يعني سواء مجلس الأمة أو نفس حتى السلوك راح يكون نفس السلوك، يطلع من هني يوصل هناك. صح. بنفس الطريقة ونفس الاتيتيود هذا، شلون يعني حضرتك واللي معك طبعا من المختصين ممكن هم يعطون حلول بهذه المسألة؟ لا هي شوفي، طبعا هي بلا شك ان في خلال القاعة الدراسية
يعني أنا صار عندي روتين أن مثلا عن محاضراتي آخر محاضرة عندي هي يوم الخميس، فدائما يوم الخميس عندي تقريبا 10 دقائق من المحاضرة قبل يعني قبل لا أترك نتكلم عن الويكند وشون المفروض والسلوك بشكل عام والتعامل، هلا هلا بالشارع، هلا هلا بأهلكم، هلا هلا برواحكم، لا تدخلون في مشاحنات، تقبلوا الآخر، فتحوا صدرك، يعني نحاول أن نمتص منهم على الأقل بالكلام ماذا شو اللي مفروض يصير. لكن تقولين هذا يكفي، أقول لا، يعني كدولة لازم تتحرك بهذا المجال، لازم يكون أكو برامج، لازم يكون أكو شيء الطالب مش الطالب الشاب عموما الشباب يشغلون نفسهم فيه. اليوم ظاهرة العنف هي ظاهرة، الظاهرة الثانية والخطيرة والمميتة انتشار المخدرات. صح، يعني المخدرات بأنواعها، سواء المخدرات اللي القديمة خلينا نسميها أو المخدرات الكيميكلز، فبالتالي هني هذيل يعتبر سوق رائج لأهل الشر للمروجين. فإحنا كذلك على المعنيين والمختصين بأنهم ينتبهون إلى هذه الظواهر اللي تعتبر فعلا ظواهر مدمرة، لا ما أقول بس سلبية، لما أقول سلبية أنا مخففة منها وايد، أنها ظواهر مدمرة في المجتمع، ظواهر تدمر المجتمع. بالضبط، التسيب، العنف، المخدرات، هني نقول شنو المصادر أو أماكن اللي ممكن الشباب يشغلون وقتهم فيها. سمعنا عن فترة أن بينشؤون حلبات سباق، أن بينشؤون بعض هذه موجودة دكتورة من قبل، لكن ما تم دعمها يعني بشكل واضح، ما قاعد يروج لها. أنت اليوم لما يكون عندك أي شيء تبيه إلى نوع من التسويق، نوع من الجاذبية. صح، حتى تجذب هالشباب، سواء بالنسبة للأندية، حتى الأندية اليوم من يروح لها؟ يعني الأندية بأنشطتها يروح لها فقط اللي بين قوسين المحترفين أو اللي على الأقل عندهم هذه الميول، ما عندها قدرة على فتح أبوابها وأنشطة مختلفة رياضية تستوعب. هذا الأندية قاعد تتكلم عن الأندية الحكومية، الأندية الرياضية عموما، والأندية الصحية اللي هي الكمال أجسام والشغلات. لا لا لا، ما تتكلم عن شغل فيها، أتكلم عن الأندية اللي هي الحكومية، الأندية الرياضية أو الأندية حتى ممكن حتى المجلس الوطني. ليش حتى وزارة الشباب، وزارة الشباب الحين فتحت بعض المدارس علشان تقدر إن هي تدخل الشباب اللي بعمر صغير إنه يبدون يمارسون بعض الهوايات من خلالها. هل يعني مع احترامي لوزارة الشباب، هل برامجها مفتوحة للجميع؟ نعم. هل الجميع يعرف عنها؟ هني يقول احنا أهمية التسويق. التسويق. يعني أي حتى أنتم برنامجكم هذا يعني يعطيكم العافية عليه، جميل والديكور ماله رائع. مشكور. والله لو تيون تشوفون يعني والفرقة الموسيقية، لو ما أنتم تقومون بجهد لإبراز هذا البرنامج ترى ما حد يدري عنه. إذا ما تقومون بهذا الجهد. صحيح. والحمد لله يعني برنامجكم المشاهدة فيه عالية لأنه وراء جهد، فبالتالي حتى مثلا وزارة الشباب عليها أن تبذل جهود مضاعفة. أنشئ صندوق ما يعرف بالمشاريع الصغيرة حتى يشغلون سواء الخريجين الجدد أو الشباب يستوعبهم. وينه؟ يعني كثر هذه الأمور. والله المستفيدين منك كثر دكتورة، خصوصا الشباب الحين يعني صارت الطاقة عندهم تجارية أكثر من ما هي رياضية. ما يخالف، خلي المهم خلي يشغل وقته، ما شاء الله عليهم يعني خلي يشغل وقته. مو مهم احنا نقول والله ليش ما يتبع الرياضة، لا، احنا كل مجال وله زباينه. فإذا كان والله مجال التجارة يجذبهم وبالتالي يوخرهم عن قوهت، يعني ليش لا، ألف بركة. تدرين أن في ماليزيا 80% من الدخل القومي للحكومة الدولة الماليزية هي من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الحال بالنسبة يعني لسنغافورة. من عقول الشباب يعني. من عقول الشباب، وبعدين كلها مشاريع صغيرة ومتوسطة، يعني مو لازم الشركات الضخمة الكبيرة، لا، لأن هذا يبي لها ملايين وربما مليارات. صح. فبالتالي احتضان المشاريع الصغيرة وتسهيل إجراءات العمل، يعني لا تكون إجراءات العمل معقدة وإجراءات العمل معيقة، بحيث أن تخلي حتى اللي مقدم وعنده حماس يبرد. دكتورة احنا يعني تدري احنا مقبلين يعني على احتفالات ومهرجانات ويعني أعياد وطنية، نبي نعرف شنو يمكن تتوقعين ظواهر إن شاء الله الإيجابية اللي راح تكون
في يعني عيد العيد الوطني؟ اولا كل عام والكويت بخير، الله يسلمك، وتهنئه بحجم السماء لصاحب السمو أميرنا الله يحفظه، ولسمو ولي العهد بالأعياد الوطنية ولعموم الشعب الكويتي. نتمنى فعلا أن تكون عندنا ظواهر إيجابية في الأعياد الوطنية. خلينا نفرح بدون ما نحزن، خلونا نفرح من غير ما نتألم، من غير ما نتحسر. لا، الفرحة حلوة، وخاصة فرحة وطن. ففرحة الوطن لما تطلع بقلوب صافية وتسامح من بعضنا البعض، وإن خاصة أكو بعض يعني المسيرات، فأنت طالع من بيتك وعازم أنك تروح أو أنك تروحين للمسيرة، فلا تخلون التوتر يكون هو سيد الموقف، ويقفل البيبان ويؤذونهم. انا ما نبي شيء هذا، وهذا الرشاش والهذا نتمنى انه هو يعني يكون يرشون الزرع. ليش يرشون البشر؟ خلي يرشون الزرع. فالحمد لله يعني الحين الواحد لما يطلع ويشوف الكويت، وانتم ما شاء الله عارضين وراكم صوره حلوه حق الكويت، زينة الكويت ومبانيها، فالاماكن قاعده تتزين وتتزين بطريقه حلوه وجميله، فخلونا نستانس بإذن الله. يعني ما نبي يعني دكتوره حضرتك وكلامك وشي يعني تحسين يعني غير الجانب العملي والعلمي يعني اميمه والله الصدق يعني كلامك يوصل للعيالنا عيالنا حبيبتي، لان من غير ما يعني الواحد يقول يعني هاي ردا على اللي يقولون شديده، ترى ماني شديده، شفت شلون؟ لأن في النهاية هذيل عيالنا، ويعني أي تصرف سلبي منهم أو عليهم يضرنا كلنا، والواحد يخاف عليهم يعني ينصح يعني من أجل من قبيل المصلحة، الخوف، من قبيل المحبة، من قبيل أن أهاليهم يبونهم كذلك يستانسون، والديرة تبي تفرح. فما نبي أن يكون في عندنا حالة سباق لا على شارع الحب ولا على شارع سير الحب. فخلوا بالضبط، لأن أنا ما هاي من ضمن الظواهر اللي عندنا ما يمين طلعت أي شارع الحب. أي شارع الحب؟ قال هاي شارع اللي هو كلها إشارات، شارع كلها إشارات، ليش سموه شارع الحب؟ أنا ماني عارفة، كل واحد يستعرض بسيارته، فبالتالي يلا ما يخالف إذا يونسهم يعملون هذه الحركات ويمشون، بس من غير ما يضايقون بعض، من غير المعاكسات اللي ما لها معنى. ما عندك معنى، ماكو مشكلة، خليك مشون شو علي الشوارع كلها، بس ما يضايق أحد. شوارع الكويت كلها طولها بعرضها هي شوارع حب. فإذا خلوا العالم يستانس. شوف الكلام مصفى. أنا قاعد أفكر يعني الحين يعني الدكتورة معصومة المبارك الأم مع ثلاث بنات الله يحفظهم وولد، نعم، شلون يعني ماني قادرة أتخيل الشدة اللي يتكلمون عنها الناس في ضمن الأسرة، أحسك وايد عطوفة. أنا ما أعتقد في شدة. لا طبعا يا شوفي ما بكين يعني ظلون عيال يبي لهم، طبعا الحمد لله كبار خلاص الحين يعني على قولتهم شبوا على الطوق. ففي البدايات نعم لازم حزم، وقت الدراسة دراسة، وقت النوم ساعة النوم معروفة، والطلعة والرجعة معروفة، فبالتالي في برنامج، في نظام، لأن أنا مشغولة أبوهم مشغول، وبالتالي نبي الإنتاج إنه يطلع في خير. بعد ما ترجعين من الشغل قاعدين هم قدامك تقولي كل إنجازاتكم وتسولفون عنها، كل واحد وإنجازه سويت ما كذي، سواء في المدرسة أو في الجامعة أو في الدوام. أي والله اللي ذا موجودة الشغلة، إذا لي خلق، إذا لي خلق أو ساعات إذا لهم خلق. لا بس حلو إنك يعني تستمع إلى الشباب عموما، يعني سواء عيالك أو عيال غيرك، شو اللي سووه في اليوم. لأن أنا بالنسبة لي أشوف روحي بعيالي، أشوف نفسي فيهم، لكن اللي مدلعتهم أحفادي. أكيد أكيد، عزم للولد ولد الولد. كم حفيد؟ عندي أربعة الله يخليهم، الله يحفظهم. عندي بنتين وولدين. من الأبناء كلهم يابا وعيال؟ من ثلاثة من الأبناء، بس واحدة من البنات ما بعد، الله يرزقها إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. يعني معصومة المبارك السيدة اللي في وقت يعني يمكن كانت السيدات شوية مو وايد يشتغلون على نفسهم، أنت بنيتي نفسك بنفسك، يعني الحمد لله نقول عصامية، وصلت لأعلى المراكز، يعني أعلى من وزيرة بعد ما أعتقد في وظائف حكومية، صحيح؟ فأبي أتعرف على التفكير، يعني وانت كنت طالبة مثلا أو وانت صغيرة كان عندك هذه الرؤية، كنت راسمة حق نفسك خط؟
طبعا هي ترسمين حق نفسك خط بالمجال، كل مرحلة ولها مجالها. يعني في مرحلة الثانوية كنت أحرص أني أجيب معدل جيد، معدل طيب، وأعرف بأني أنا ما راح أهلي ما راح يرضون أني أسافر برا أدرس. فالحمد لله الله هيأ لنا جامعة الكويت في وقت أنا كنت أمس الحاجة لها. دائما أدور على الشيء المختلف، فالحمد لله لما فتحت جامعة الكويت ولا قسم علوم سياسية واقتصاد، قلت الله هذا هاي تخصصي، هاي اللي أبي، معني ما أعرف شنو فيه. يعني تخصص وشوية مبهم، تحسينه كان رجالي أكثر. بالضبط. وهاي الكلام أخوي الله يذكره بالخير، أوله الكبير كان، فكان يقول لي لا ابدا هذا التخصص ما تدخلينه. قلت له ليش؟ يقول ما الريايل. قلت له شو ما الريايل؟ شو ما الريايل؟ بالضبط. وطبعا وكنت اجادل في ذاك الوقت، قلت له اذا هذا التخصص ما يصير انا بقعد بالبيت. وفعلا يعني سويت اللي براسي دكتوره. سويت اللي براسي لاني كنت مقتنعه في هذا التخصص هو اللي ابي، ما ابي ادخل جغرافيا ولا تاريخ ولا عربي ولا هذا ولا انجليزي، هاي ما تستهويني، مو فكرك، ما يستهويني ابدا. فبالتالي اخترت هذا التخصص ومشيت فيه، والحمد لله يعني تخرجت جيد جدا، مرتبة شرف. ايش كثر تعطين نفسك من 10 بمجال انه والله انا كنت محظوظة للأمانة؟ قمت الحمد لله. يعني هو شوفي المحظوظ والتوفيق من رب العالمين، اشوفهم اثنينهم مع بعض. الحمد لله. الحمد لله 10 من 10. تستاهلين. تستاهلين أمانة الدكتورة، يعني والله القعدة معك ما تمل. وأم أنا بقول لك أمي والله العظيم، وقعدة معك ما تمل، ونورتين في أهل الكويت، وما أدري أقول لك بعد أكثر من كذي. وإلى كلمة أخيرة توجهينا قبل ما نختم. كلمة أخيرة، يعني العالم يغلي من حولنا، وكلمة أوجهها لأهل الكويت كلهم، هلا هلا بالكويت، نبتعد عن كل ما يفرقنا ونبحث بجد عن كل ما يقربنا لبعضنا. انتشرت بعض الظواهر السلبية اللي متعلقة بأن احنا نطعن في بعضنا بعض، نكفر بعضنا بعض، نخون بعضنا بعض. ترى احنا نمثل تقريبا ربع سكان الكويت، فإذا ما تكون يدينا متماسكة ببعضنا بعض ووحدتنا الوطنية هي السند وهي الحماية الحقيقية للكويت وللكويتيين، فبالتالي راح تكون النتائج لا قدر الله سلبية. فنقول لهم بالأعياد الوطنية خل كل واحد منا ككويتيين وكذلك كمقيمين أن يكون قلبنا على الديرة، نحمي الديرة، والله يجيب كل خير. شكرا لك دكتوره، الله يعطيك العافيه. مشاهدينا مستمرين معاكم بفقرات لا الكويت، وعندنا كلمه راس مع سعود بشهري والفنان احمد العماني. خلكم معنا بعد الفاصل.